السلام عليكم، انا سميتني بسمة، واليوم راني نهضر العربيه في الفيديو ديالي اول مره. انا دائما كنت بالالمانيه، انا كنعيش في الالمان، وراني عارفه بصح بلي بزاف من بلادي كيتفرجوا فيا بصح ما كيفهمونيش. عليها اليوم قلت واخا نحاول ندير واحد الفيديو بالعربيه. عليها الا بغيتوا تعرفوني شويه وبغيتوا تعرفوا واش تا كندير واش تا كنبغي كي كنعيش، تقدروا تشوفوا اليوم هذا الفيديو ديالي. واخا راني درك بغيت نحكي لكم شويه مني، من الحياه ديالي، وشكون انا. راني ما ديالي هي جالسه منا باش تعاوني شويه. العربيه ديالي ماشي مزيانه، راني نقول لكم الصح، دائما كنهضر بالالمانيه تاع مع والدين ديالي، هما كيردوا عليا بالعربيه وانا كنهضر معاهم بالالمانيه. وبصح يا عليها راني قلت نحاول ونهضر زياده. لا ميا راني كنت نحاول نحضر بزاف العربيه باش نعلمها مزيان. عليها تفكرت نحكي لكم شويه عليا. انا زدت في الالمان في الكورن، هو في الغرب ديال المانيا. قريت منا قريت وي كيسميتو، كنت نخدم عند المحامي هكذا، اسيستنت ديال المحامي 8 سنين خدمت عند المحامي. ودروك كندير اير بلوغين، عارف كيسميو حقتك في العربيه ما رانيش عارفه، بصح يمكن من كتشوفوا انستغرام ديالي كتشوفوا بلي كنخدم مع شركات كبار بحال زوفورا ميبلين. و هذا دروك الخدمه ديالي. كاين بزاف الخدمه ديال البلوغين، عندها بزاف ديال الحوايج اللي كنديرهم، بصح يمكن نقدر ندير نحكيها لكم في واحد فيديو اخر بزاف واش كندير عليها. كنحاول دروك نقول لكم شنو كندير. وانا عايشه في الالمان مع فاميليا ديالي، مع والدين ومع اختي ومع اخوتي. عندي 3 ديال خواتاتي وواحد اخت 3 ديال خواتاتي وواحد خويا. انا زدت منا في الالمان، بصح كل عام من كنت صغيره كل عام كنا نمشيو للمغرب. كنا شي 6 ديال السيمانات كنا نكونوا في المغرب. وما نعرف يمكن كلشي كيفهموني لي زايدين في البلاد ياخر وعندهم اصل ديالهم من بلاد ياخر، عارفين واش تا كي يحسوا من كيمشيو بلادهم. راكم عارفين نتوما اصلكم من تما، بصح نتوما ما زايدينش تما. كنبغي كي بحال اللي كنحس بزاف، وكنحس انا من تما، وانا يمكن نعيش تما الى والدين ديالي ما جاوش منا كون نعيش في المغرب. وعليها كنفكر بزاف على المغرب، وعليها دائما كنبغي نمشي للمغرب. عليها كنحاول نجي كل عام ولا كل 8 كل عامين كنمشي ان شاء الله كنمشي للمغرب. انا من الناظور ومن وجده، بصح تا مع والدين ديالي من كنا صغار كنا نمشيو بزاف لفاس لطنجة، كنا نسافروا بزاف للمغرب. ومشيت تا بوحدي دروك جوج مرات، لا واحد مره مشيت مع خواتاتي مشينا لمراكش، و واحد مرة مشيت مع صحاباتي لمراكش وتا هما عجب لهم بزاف. وكنقول لكم منا في الالمان الا كيجيو صحاباتي عندنا هما كلشي كيقولوا كنبغيو المغاربه، حنينات بزاف. كلشي اللي كيمشيو العرايس اللي كيمشيو العرايس ديال المغاربه كيقولوا عمرو في الحياه ديالنا شفنا هاد الشيء. وانا بغيت نحاول نمشي البلايص في المغرب، بغيت نمشي لشفشاون، كنت بغيت نمشي
راني كتبت كلشي واش راه فين بغيت نمشي، ويمكن قلت نديروها مع فاميليا ولا مع صحاباتي. نمشيو ونديرو واحد تو في المغرب كاع باش نشوفو بزاف من المغرب. واخا الحوايج اللي كنبغي نديرهم، لي حنايا في الانجليزيه ولا في الالمانيه كنقولو هوبيز، يمكن نتوما كتعرفوا واش بغيت نقول. بصح واش كنبغي ندير، يمكن كتشوفوا كنبغي نماكيي روحي، كنبغي نلبس مزيان، كنبغي نسافر كنبغي اكثر من كاع الحوايج اللي كنديرهم. نسافر هو هذاك الشيء واش كنحب اكثر. وإلا يمكن الا كتبغيو تشوفوا واش كندير ولا في كنسافر، تقدو تشوفوه في الانستغرام ديالي. كان دائما من كنسافر كان وريه في الانستغرام. نسافر اول مره لدبي، والا بغيتو نجيبكم معايا تقدروا تكتبوها لي منا، يمكن في الانجليزيه عليها عربيه ما كنعرفش نفهمها بزاف. بصح اذا تقول بغيتو نديكم معايا منا في اليوتيوب لدبي، قولوها لي كتبوها لي. وانا كنقرا بزاف، كنقرا بزاف الكتب ديال المخ ديال الناس كي دايرين، مرانيش عارفه كي سميتو بالعربيه. كنقرا كريمي، كنقرا بزاف ديال الكتب. الا بغيتو وانتو تانتوما كتبغيو كتقراو بزاف، انا يمكن ندورها لكم بالعربيه ولا بالفرنسويه كي سميتهم هذوك الكتب اللي كنقرا، ونقولها لكم. الا بغيتو هادشي قولوها لي وصافي. النقطه الاخرى اللي بغيت نقولها لكم، السيولة شويه نتمازيخ، بصح هادي تاع دارت نمشي نسيول تعربت، ولكن الحوله السيولة نتمازيخ شي نهار يمكن. هذا فيديو الاول ديالي بالعربيه، راني عارفه صعيب يتسمعوا لي، العربيه ديالي ماشي مزيانه بزاف. راني عارفه هاد الفيديو ماشي كبير بزاف، ما قلتش بزاف عليا. وبصح بغيت الاول نشوف واش بغيتو تعرفوا شنو كندير، كي كنماكي، كي كنلبس، فين كنسافر، واش كنقرا، كلشي هادشي. الا بغيتو نوري لكم هادشي تقدو تكتبوه لي ولا تقدو تقولوها لي. وان شاء الله نحاول ندير مع اكثر فيديو بالعربيه، خصك غير تقولوها لي وان شاء الله راني نديرها. وانا فرحانه بزاف اللي هضرت معكم العربيه اليوم، جالي شويه صعيب بصح عجبني بزاف. وان شاء الله اني نشوفو عاوتاني. بسلامه.